يجوز أن يسأل العالم في ثنايا حديثه، ولكن ينبغي أن لا يسأل إلا بعدما يفرغ من حديثه، بمعنى إذا فرغ من حديثه المقصود لا من حديثه كله. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر دليل، ماذا قال؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبر، إلى أن قال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وذلك لأن الخضر مقدم على تبيين ما يصنعه،